يعني منك المفهوم ده كابتن احمد، ان فكره ان بيراميدز راكب على اول الدوري ومش عايز يسيبها. مش عايز يسيبها طبعا. فكره المنافسه دي احنا ما شفناش من مده طبعا. من زمان شفنا يعني الاهلي والزمالك بالظبط كده، صراع فريقين ما بينهم نقاط بسيطه على الصداره. شايف ازاي المنافسه دي؟ بص انا هقول لك على حاجه، يعني انا شايف ان السكواد بتاع بيراميدز من الاول خلاص من السنه اللي فاتت هو قوي جدا مرعب، يعني عنده الناس الاحتياطي او الناس البدلاء بينزلوا ويغيروا النتيجه، فرقه متكامله زي ما الكابتن احمد قال ان هم ما عندهمش ضغط جمهور مع ان اول مره يكسبوا 12 مباراه او النهارده يبقى 13 مباراه 13. فبيحط ضغط كبير جدا للنادي الاهلي. اولا هم ما عندهمش الجمهور اللي بيضغطهم، النادي الاهلي عنده الجمهور اللي بيضغطه. الحاجه الثانيه فرقه كل ما بتكسب كل ما بتاخد معنويات اكتر بيقرب من الدوري. في فرق بنقط بينه وبين الاهلي لغايه دلوقتي، فبالتالي كل ما بيكسب مباراه كل ما بيقرب. يعني تقريبا فاضل كام جوله؟ خمس جولات تقريبا. خمس جولات. خمس جولات 11 جوله. بس ارجع واقول هي المباراه يوم الجمعه هي اللي هتبقى فرق كبير. المباراتين دي اللي يعني انا بقول المباراه يوم الجمعه الاهلي وامبي. الاهلي وبيراميدز، وبعدين هيلعبوا مباراه والاهلي وبيراميدز هيلعبوا تاني، يعني مباراتين ورا بعض. انا عاوز اقول لك على حاجه، ان بيراميدز فرقه كويسه جدا، فرقه مع مدرب هايل. ما حدش بيتكلم على المدرب بتاعهم، مدرب عالمي.